مرحبا بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي من كبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن اسامه حسني. اهلا بيك كابتن. هلا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن. يعني مبروك للنادي الاهلي على الفوز، ان شاء الله بامرك يا رب ان شاء الله يعوض باذن الله. عندنا شوط ثاني ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يعوض وياخد البطوله. ولكن كابتن ايمن خلي بالك، النهارده بنتكلم على مباراه، هذه المباراه ده نهائي نهائي، يبقى انت النهارده لما بتيجي تختار حكم لابد انك انت تختار حكم بمواصفات هذه المباراه. مبدئيا المباراه النهارده كانت اكبر من الحكم الشلماني كابتن عادل، خلي بالك انا بتكلم كلام عام وهجيب لك الحالات، ولكن بشكل عام النهارده المباراه تقيله قوي قوي على الحكم. حكم ما عندوش خبرات، حكم حتى عنده مشكلة في التحرك، متردد في القرارات. الفار النهارده ما ساعدوش، يعني النهارده لما بحط على الفار حكمين كبار هيثم قراط ومصطفى غربال، للاسف الحاله الوحيده كابتن علي اتدخلوا فيها اللي هي قرار ركله جزاء اللي هو الخاطئ، ولكن بعد كده مش الفار في كل احداث المباراه. خليني اقول لك ان قرارات تحكيم النهارده كابتن عادل اثرت في نتيجه المباراه، او بمعنى اصح على الاقل رجحت كافة الوداد نتيجة الشخصية التحكيمية الضعيفة، التردد في اتخاذ القرارات، الحكم خايف ما عندناش قناعات بيه، ما اداش مردود طيب. خلي بالك، وكانت أول حالة عندنا كابتن أيمن، وحالة من الحالات مهمة جدا جدا. يعني بنيجي نشوف الحالة ديت وأنا بستغرب فين غربال وفين هيثم قراط فيها، اللي هي الحالة الأولى.